الله شهادة بعد زيادة. ما سمعنا هذه الأبيات الرائعة والجميلة، حتى ما ننسى تحياتنا إلى كل متابعين برنامج نسيم البوادي في سوريا الشقيقة، وبالتحديد في مدينة الرقة، الأخ العزيز أبو ريماز وليف النشامة، وأيضا العم العزيز أبو إبراهيم، ونهدي لهم هذه الأبيات من قصائدي القديمة اللي أقول بيها: أنا رجال عربو صاحب مضيف، وأم بيت نست بضيف وهلا. أنا رجال عربو صاحب مضيف، أم بيت نست بضيف وهلا. وخاف ما تصدقني شي أنا اللي أقول، روح على العاشر نيوم واسأله. أنا أبويا اللي يكرم البطيف جاه، بيت من خطار ما يوم انخلى. انضربة أمثال المراجل باسم أبوي، عقد أبوي وخوز زلمة ومرجلة. وأمي علمتني الهلا من أنا وصغير، أمي علمتني الهلا من أنا وصغير. ومن يمر طرواي قالوا والنعم، أمي علمتني الهلا من أنا وصغير. ومن يمر طرواي صاحوا والنعم، أمي ما تتنخى غير الله وأبوي. صحربت بالعوز بس ربت زلم، احنا جاهلنا اذا طب المضيف تلقى سالوفة الباطل تنعدم. الناس منا تهاب شي تربات ابوي، بحر روجة وفن بيه اللي يرتطم. نعم ارفع خشمي واستنق الهواء، نعم ارفع خشمي واستنق الهواء، لكن على الصحبان ما رافع خشم. وهسه جو علي تاي تكبرون، الاهل هم قبل ايامنا خدم. هسه جو علي تاي تكبرون، الاهل هم قبل ايامنا خدم. علمان الشايب بصغري اخوي، الاول وهواس تالي تندم. وعلمان صويحبك لا تنطبيه، حتى لو حطالك بظهرك سهم. التمس 70 عذرا لاخيك، والمشي بحكي النبي هو الفهم. التمس 70 عذرا لاخيك، والمشي بحكي النبي هو السلم. عود بالواحد 71 انت قول، شمس ما ترهم ابد ويا النجم. انتهت رفقتنا من هاللحظة هاي، نذل ما يرهم رفيق الا الشهم، نذل ما يرهم رفيق الا الشهم.